السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم محمد من قناة شروحات للمعلومات، والتي سنتطرق فيها إن شاء الله إلى مشكل من مشاكل التي ظهرت مؤخرا على اليوتيوب، وهي تأخر تحقيق الدخل من خلال القنوات الجدد. فلاحظ معي، هذه القناة قمت بإنشائها مؤخرا، فلاحظ معي فعندي 6000 مشترك، ولدي نسبة المشاهدة تصل إلى 2,163,134، كما تلاحظون عدد دقائق المشاهدات. فكما تلاحظون فأنا لم أقم بالحد الساعة، فلم أتوصل بتحقيق الدخل من خلال هذه القناة. فإذا ذهبنا إلى القناة على هذا الشكل، لاحظ معي هنا تحقيق الدخل، تم إرسال طلب ويخضع الآن للمراجعة كما تلاحظون. فهذا الأخير تم إرسال الطلب لكن لم يتم الرد إلى حد الساعة. لاحظ معي هنا الرسالة التي توصلت بها، والتي مفادها أن يقومون الآن بعملية المراجعة. لاحظ معي هنا جميع الشروط فهي متوفرة. لاحظ معي هنا لقد حققت قناتك 4000 ساعة مشاهدة في الأشهر الماضية، وجذبت 1000 مشترك، وهذا إنجاز رائع. ستتم الآن مراجعة القناة للتأكد أنها تمثل الأحكام والبرامج الشركاء اليوتيوب والإرشادات المنتدى. مثلا سنقوم بفتح هذه الأحكام. كما تلاحظون تستغرق عملية معالجة طلبات الاشتراك في البرنامج الشركاء اليوتيوب وقتا أطول من المعتاد. فسابقا كنا نقوم بفتح قناة على اليوتيوب مباشرة، يتم تحقيق الدخل من خلال الفيديوهات التي تقوم برفعها. الآن لا، لاحظ معي هنا فأنا القناة لدي 6000 مشترك، ولدي 54,000 ساعة مشاهدة كما تلاحظون. فكما جميع الشروط فهي متوفرة، لكن المشكل أين يكمن في عملية كما تلاحظون هنا تحقيق الدخل؟ فهي ليست مفعلة فيها تحقيق الدخل بعد، فهي كما تلاحظون في قيد المراجعة. كما تلاحظ معي هنا بعض الشروط التي تفرضها عليك اليوتيوب. مثلا هنا اتباع الإرشادات، يجب عليك ألا تقوم برفع المحتوى الجنسية، وكذلك كلام يحدو الكراهية أو الكلام السيء مسيء للبالغين أو العنف، بعض الصور الخاصة بالعنف أو شيء من هذا القبيل، ترويج لنشاط مسيء أو خطير. فهناك العديد من الشروط التي أصبحت تفرضها اليوتيوب، تأكيد أن امتلاكك لحقوق الاستخدام التجاري لمحتوى تابع لك. كما تلاحظ هنا مجموعة من الأشياء، إذا قمنا هنا باتباع سياسة البرنامج أدسنس أو البنود الخدمة سنجد بعض الأمور، وكذلك عدم النقل عن الإعلانات وغيرها من الأشياء. فهذه الأشياء كما قلت معتادة، نقوم بالذهاب إلى إرشادات المنتدى، نفس الشيء سنجد نفس المعلومات تطلب منك. لكن الغريب في الأمر إخواني الكرام، الغريب في الأمر إخواني الكرام هو أن القناة الفيديوهات التي أقوم برفعها على هذه القناة، فهذه الفيديوهات ليست ملكي أنا، بل أقوم برفعها من خلال اليوتيوب، بعد ذلك أقوم بعمل تعديل عليها، ثم بعد ذلك أقوم برفعها. فوجدت هذه المشكلة. فكما تلاحظون، فإذا كنت تريد أن تقوم بإنشاء قناة على اليوتيوب وتريد أن يتم تحقيق الدخل بسرعة فائقة، يجب عليك أن تقوم بإنشاء قناة خاصة بك من محتواك الخاص، أي تقوم بإنشاء محتوى خاص بك، لا تقوم برفع الفيديوهات وخاصة القنوات الجدد. فهذا مشكل من المشاكل كما تلاحظون. فأنا حققت جميع الشروط المتوفرة التي تفرضها اليوتيوب والقوانين الجديدة الخاصة بها. كل هذه الأشياء متوفرة كما تلاحظون هنا، 6000 مشترك، 54,000 دقيقة مشاهدة، لكن للأسف تحقيق الدخل في قيد المراجعة. فلا أعلم متى سيتم الرد على هذا الأخير، لكن المهم أن هذا الأخير تم تعطيله بشكل كبير جدا. فكما تلاحظون يقول لك فهو في قيد المراجعة. فأنا تقريبا قمت بالحصول على 1000 مشترك تقريبا شي 20 يوما من الآن، قمت بالحصول على 20
حصلت على 1000 مشترك، وكذلك حصلت على شيء 5000 دقيقة مشاهدة. كل هذه الأشياء كانت قد قمت بالحصول عليها تقريبا شيء 20 يوما منذ الآن، ولكن نفس الشيء أجد أن المشكل تحقيق الدخل لم يتم تفعيله في القناة. مثلا إذا ذهبت إلى قناتي على اليوتيوب ستجدون أن قناة الفيديوهات ليست بها تحقيق الدخل كما تلاحظون، فليس هناك تحقيق الدخل في من خلال الفيديوهات الخاصة بي. فكما تلاحظون هناك نسبة المشاهدة لكن ليست هناك تحقيق للدخل، لأن هذه الفيديوهات التي أقوم برفعها لا أعرف ما هو المشكل. هل المشكل من الفيديوهات التي أقوم برفعها ليست ملكي لي، أو هذه الفيديوهات، أو أن اليوتيوب تفرض عليك أن تقوم بإنشاء محتوى خاص بك حتى تقوم بتحقيق الدخل؟ هذه الأمور لا أعرف ما هي الأشياء الصحيحة منها، لكن على حسب علمي، حسب بعض المعلومات من إحدى الإخوان، فاليوتيوب أصبحت تفرض عليك أن تقوم بإنشاء محتوى خاص بك، أي تقوم بإنشاء فيديوهات خاصة بك. يمكنك أن تقوم بتصوير نفسك أو عمل بلوجات، أو يمكنك أن تقوم بإنشاء مدونة تقوم بشرح عليها، أو تقوم بشرح بعض الأشياء أو غيرها من الأشياء. المهم أن يكون المحتوى خاص بك ولا يكون منقول. فأنا قمت بهذه الفيديوهات أقوم برفعها من خلال بعض القنوات وأقوم بتعديل عليها، بعد ذلك أقوم برفعها، فوجدت هذا المشكل. لكن سوف ننتظر حتى تحل المشكل، فإن لم يتم حل المشكل سنقوم بتغيير الأجواء، نقوم بتغيير هذه الفيديوهات بفيديوهات خاصة بنا حتى نقوم بتحقيق الدخل من خلالها. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الموضوع. المرجو إن أعجبتكم الحلقة لا تنسوا دائما النقر على زر لايك للفيديو، وكذلك الاشتراك في القناة تشجيع لنا حتى نستمر في نشر المزيد إن شاء الله. وشكرا على المتابعة، إلى حلقة قادمة بحول الله.